معكم سكينة آمين، متخرجة تاع المعهد المتخصص لفنون الصناعات التقليدية في ورشة الحداد الفنية. بالنسبة للحرفة تاع الدمسكيني كان عندي ديجا كنت باغاها فما لقيتهاش في المعهد، فاقترحت أنني ندوز للحدادة. بديت في نفس الوقت كنقلب على المعلم اللي يعطيني ولو البدائية تاع هاد الحرفة ونكملها لراسي. فالحمد لله مشيت كنقلب لقيت معلم اللي عطاني الأوليات، يعني مازال ما شديت مزيان ولكن قلت نقول الأوليات حيت أنا مازال كيتساعدوا معايا وكيعطيني تمارين أنني كنخدمهم في الدار. يعني كنقبض بدي رجلي بياسة كنمشي للدار كنعمرها بالخد ديال النقرة وكنرجعها له تيقول لي لي فوت ديالي في الحاجة اللي درت مزيانة الحاجة اللي مدرتش مزيانة. أو اليوم كنشكركم أنكم عطيتوني الفرصة أنني نزيد في هاد العشق ديالي فهاد الفن، حيت الدمسكيني راه ماشي حرفة، الدمسكيني هو فن. إذا كان المعلم فنان كيعطي فيه، إذا كان المعلم باغيه كيعطي فيه، كيخرج زواق جداد كيبدع فيه. إذا ما كانش باغيه ما غاديش تعطيه لا المنطقة لا المنشار لا البيسة لا قدامها لا خد ديالك.